السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفة جديدة في قناتي، غنحضروا دي تاكلياتيل بطريقة جد جد سهلة. فوقوا معايا تشوفوا الطريقة وتشوفوا المقادير. عندي لي تاكلياتيل اللي هما على شكل عشيش، عندي الفطر، عندي 200 غرام ديال اللحم المفروم الكفتة، عندي بصلة صغيرة خضارية مقطعة رقيق، 100 غرام ديال فرماج غابي، عندي معلقه صغيره ديال سكنجبير، 3 ديال الفصوص ديال الثوم مقطعين رقيق، قليل من الزعتره، نص معلقه ديال الابزار والملحه، كذلك زيت الزيتون، خلط نص زيت الزيتون ونص زيت المائده 4 كاس، وعندي كذلك 100 غرام او 150 غرام من صلصه الطماطم. اول حاجه غادي نشرمل هذه الكفته بقليل من الابزار، سكنجبير، قليل من البصل، قليل من الملح، وكذلك شويه ديال الزعتر. خواتي كتاخذوا مقله وضعت فيها الزيت، هنا غنوضع البصل، غنوضع كذلك الثوم، نخليهم يتشحروا واحد شويه، لا اخواتي بمجرد ما كيهبط هذاك الفطر وتشحر شويه كنضيف صلصة الطماطم، وكنضيف التوابل، سكنجبير، زعترة، إبزار، وملح، نخلط من جديد. تصوروش الريحه كي طالعه. نخلي لاصوص شويه تقلى وتشرب تقريبا واحد جوج دقائق. صافي، هنا بمجرد ما تشحر لي لاصوص غادي نضيف واحد كاس كبير ديال الماء، وهنا غناخذ هذوك لي طاك ديال نشكلهم، ندورهم، نوزعهم في هاد البلا. هما ما كياخذوش بزاف باش وقت باش يطيبوا. هنا اخواتي هذيك الكفته شكلتها كبارات، وغنجي ناخذ كل بات وغادي نوضع في الوسط ديالها هاديك، نبقى كنعمر هاد الوسط ديال هاد لي تاكلياتيل. غادي نزيد شويه د الماء، وهنا اخواتي غادي نغطي عليهم وغادي نحسب تقريبا 15 دقيقه غيكون واجدين. هنا اخواتي كل مره كتاخذوا شويه ديال لاصوص وكتبقاو تخوها شويه على هذه الكفته باش تشرب حتى هي لاصوص وتجي لذيذه. وحاولوا غطيو لي بات بالماء تماما باش يطيب كل شيء في مره. وهادو هما لي بات ديالنا اخواتي، طابو كيجيو غزالين، كيشهيو وساهلين في نفس الوقت. انا غخديت غير شويه ديال الزعتره وشويه ديال السيبولات اللي غنرش عليهم، وغناخد فرماج
لآخر لحظة ونوضع من فوق. كما كتشوفوا معايا اخواتي، لاصوص كتجي خاطره ومتشربه مزيان، ولي بات طايبين. فاخواتي ننصحكم بهاد الوصفه كما نصحتني بها صديقتي مريانا، اللي كنشكرها شكر خاص، كنشكرها بزاف، وكنشكركم كذلك على التتبع ديالكم، وكنتمنى ان هاد الوصفه ديال لي بات تعجبكم وتجيكم سهله، لانه فعلا يستحقوا التجربه. كيتوجدوا تقريبا في 15 دقيقه كيكونوا واجدين، توجدوهم بالعشاء ويكونوا خفاف عليكم ويكونوا ساهلين. ما تنسونيش من لايك، ما تنسوش التعليق، ونتلاقاو في وصفه مقبله بحول الله.